النهارده بنتكلم على فوائد التريبتوفان. اول حاجه بيساعد على تحسين جوده النوم. هناك ادله على ان التريبتوفان له تاثيرات مهدئه طبيعيه يمكن ان تساعدك على النوم بشكل افضل، ونتيجه لذلك يمكن ان تساعد في تحسين الصحه العامه. ان قله النوم هي عامل خطر لمشاكل مثل الاكتئاب وانخفاض التنسيق الحركي وانخفاض التركيز والذاكره والام العضلات وزياده الوزن، واكثر من ذلك يوفر التريبتوفان علاجا طبيعيا للحصول على نوع افضل وتقليل المشاكل المرتبطه بانقطاع التنفس اثناء النوم او الارق، كل ذلك دون الحاجة إلى وصفات تحفز على النوم يمكن أن تسبب العديد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. التريبتوفان بيرفع من مزاجك ويقلل من الاكتئاب والقلق. لا يمكن أن يساعدك التريبتوفان على النوم بشكل أكثر صحة فحسب، بل ثبت أيضا أنه رافع طبيعي للمزاج ويوفر الحماية من الاكتئاب والقلق والأعراض السلبية العديدة المرتبطة بمستويات التوتر المرتفعة مثل متلازمة القولون العصبي وأمراض القلب. وجدت العديد من الدراسات أن التريبتوفان يتحول للسيروتونين المهدي في الدماغ ويساعد في توفير المزيد من الأحماض الأمينية الأساسية والتي بدورها تساعد في التحكم في الحالة المزاجية للشخص وتقليل إنتاج الهرمونات التوتر. أظهرت بعض الأبحاث أن انخفاض تناول التريبتوفان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في بعض أنشطة الدماغ التي تعزز السعادة، وأن انخفاض مستويات السيروتونين الأكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب. ونكمل فوائد التريبتوفان المرة الجاية.